السلام عليكم. دائما كنشكر الاذاعه طنجة ديال طنجاوي اللي كيزورنا في كل مناسبه، وفي هذه المناسبه ديال عاشوراء تفكرنا سيد الله يكبر به. وبالنسبه للاجواء ديال عاشوراء، الاجواء ديال عاشوراء ماشي بحال كل سنه، يعني هذا العام كاينه شويه الاثمنه عاليه ومرتفعه، وجاو مناسبات بزاف، رمضان، نهار الصيف، العيد الكبير، دابا الناس مقبلين على الدخول المدرسي، ولهذا كاين شويه الاثمنه. هذا هو المشكل اللي كاين. هذاك العصار هما اللي كيتسخروا، ولكن ضروري الاباء والامهات ديالهم ما باش يجيو بوحدهم، ما يمكنش. لا والو، انا حنايا بالنسبه لينا كيتباع عندنا كونجي، لا بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للبنات الصغيرين ولا كونجي. كاين جالي حتى هي، كاين جالي مشاركين تاهم في هذا العام في هذه المناسبه ديال عاشوراء، وكيفرحوا فرحانين. يعني هذه الاجواء هذه شحال ما كيشوفوهاش هما. وشركم مبروكه وعاشوراء مباركه، وتهلوا في راسكم فهوكي. ها مع دابا البيستاج غالي، كل بيستاج. الله يرحم والديك اسي جمال يا خويا. بعض العاشور تدوز مزيانة، فيها السلعة مزيانة، فيها الناد مزيان، الرواج مزيان، كل شيء مزيان الحمد لله، كل شيء تدوز بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد، كل شيء مزيان، الرواج مزيان الحمد لله، الله يجعل البركة. تقريبا تقريبا بحال بحال تقريبا. الجالية تبارك الله موجودة، وكاين الخير موجود تبارك الله، يتسوقوا تيتقداوا، الخير موجود، منشطينا ومنشطينهم، وشي منشطين هما تعامل معنا حتى تعامل معنا. شنو الحاجة اللي كتمشى لكم بزاف هنا؟ كلشي تيمشي نشغل، اللي هو تيبغي حاجة بسيطة تمن بسيط راه تيديه، واللي تيبغي تمن غالي راه تيديه، كلشي تيمشي، الدرويس تيجي يتقدى، اللي عنده تيتقدى واللي ما عندوش تيتقدى، كلشي تيتقدى، والخير موجود إن شاء الله، والبنادم تبارك الله تيتقدى، والطبيعة زوينة، الأجواء زينة، بنادم ناشط، كلشي ناشط الحمد لله. وبلادنا راك عارف المغرب تبارك الله بلاد الخير، وبلاد راك عارف الازدهار ديال المغرب تبارك الله، راه طالع زين تبارك الله، ومن البلدان المتقدمة. العواشر زينة تبارك الله، والله يبارك الناس في العواشر، ويبارك لكم انتم في العواشر، وشكرا عليكم انتم أصحاب الإذاعة. نقول لك الاجواء كيما كتعرفتينا كدوز واحد الفرحه، واحد تعرفون كل شيء، الخدمه الحمد لله، الرواج الحمد لله، هذا هو النهار اللي كنخدموا والله. بيش بيه حق بنات شحال نقول لك تبارك الله، هما اللي كيدوز. اي والله مونيكا تشوفها اللي كتغوت كوزينات، كل شيء كيتباع. اي والله شحال نقول لكم، واش مبروكه تهلاو خويا ايوب.
هاد العام هذا تند الجاليه الحمد لله جاو عنا وتسوقوا من عنا وفرحنا بهم. شكرا الحمد لله الخير موجود الحمد لله. اي والله لا الحمد بابك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.